السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبلش بهذا الفيديو، صلوا على النبي واذكروا الله. هذا الفيديو راح نشرح مشكلة عدم القدرة على إضافة أصدقاء في الفيسبوك. يعني مثلا عندنا هذا حساب الفيسبوك، نضغط على إضافة صديق فراح تظهر لي هاي المشكلة، إنه ما بقدر أنا أرسل طلبات صدقة. الحل سهل وبسيط جدا، وإن شاء الله يعني بخطوة بسيطة راح تحل المشكلة وراح تقدروا تضيفوا أصدقاء قد ما بدكم. أتعرفوا كيف وشلون بنحل هاي المشكلة؟ فقط ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم من جديد. مثل ما ذكرنا، راح نحل هلأ مشكلة إضافة طلبات صداقة في الفيسبوك. يعني كثير من الناس بتنحظر من إرسال طلبات صداقة. طبعا السبب هو إنه إرسال طلبات صداقة ب يعني عدد كبير دفعة واحدة، فهذا الفيسبوك بتعتبره سبام أو بتعتبره يعني مخالف. طبعا الحل مثل ما قلنا بسيط، ولكن قبل ما أتابع شرح الخطوة، أتمنى منكم دعم لقناتي هي لنوصل فيها إلى 2 مليون مشترك. نعم، نحن قربنا نوصل إلى 2 مليون مشترك. لهيك أخي، بتمنى منك إنك تكون أنت من بين الأشخاص اللي ساعدونا لنقدر نكمل ونصل إلى 2 مليون مشترك. بتمنى أيضا منكم تفعيل زر الجرس والإعجاب، وإذا استطعتم مساعدتنا بالضغط على زر شكرا. طبعا أول خطوة نحن رح نقوم فيها في حسابنا على الفيسبوك، نضغط على صورة حسابنا في الفيسبوك بالأعلى، هي أول خطوة. وبعدها بننزل نحن إلى الأسفل، إلى خيار يعني المساعدة والدعم. يعني إذا كان حسابكم باللغة الإنجليزية بتلاقوا اسمه سبورت، يعني سبورت يعني على هذا الشكل، يعني أنتوا بتكون موجود آخر شيء. طبعا بعد ما ضغطنا على المساعدة والدعم، بنروح إلى خيار الإبلاغ عن مشكلة. هذا الخيار الإبلاغ عن مشكلة، بنضغط عليه، وبعدها راح ننزل إلى الأسفل وراح نكتب على متابعة الإبلاغ عن مشكلة. طبعا راح يفتح لي تقرير، أنا بهذا التقرير هون راح أكتب يعني عدم التضمين، اضغط على عدم التضمين. طبعا هون راح يطلع لي كتير مشاكل، فأنا راح أبحث هون عن مشكلة طلبات الصداقة. مثل ما بنحضر هلاقي شيء اسمه طلبات الصداقة، بدوس عليها. فهون يعني إذا أمكن يعني نحن لما نضيف صديق نلتقط لقطة شاشة ونضيفها هون من خلال الضغط على هذا الزر. طبعا وأنا هون راح أترك لكم نص، أنتوا لازم تلصقوه هون. هذا النص راح تلاقوه، يعني هذا هو النص، فوتوا على قناة تليجرام، رابط قناة أسفل الفيديو بالوصف، لاقوا هذا النص نسخوه. بعد ما تضيفوه اكبسوا يعني فوق بالأعلى على زر الإرسال، بمجرد ما كبستوا على زر الإرسال راح يجيكم الرد على الإيميل إنه تم حل المشكلة، يعني بنفس اليوم أو تاني يوم إن شاء الله. جربوا وراح تنحل المشكلة. بتمنى أن يكون نفعتكم، ما عجبكم هذا الفيديو.